عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا على قناة دريم مصر وأخبار دريم مصر. النهاردة أول يوم في الانتخابات الرئاسية من داخل طريق دريم نبرود أهلية، وتعالوا معنا نشوف رد فعل الناس في الانتخابات. النهاردة معنا العمدة أهوت العمدة ريان، ويقول لنا أول يوم في الانتخابات أخبار الناس عاملة إيه يا عمدة إن شاء الله؟ كويس الحمد لله، بس الناس تيجي وتجيب قرايبها وتيجوا إن شاء الله يبقى خير يعني. تمام، عشان يبقى المنظر عام وكويس. ده هو المنظر جميل والله يا عمر. طبعا النهارده مستوعبين قاعدين اقبال ان شاء الله على الانتخابات الرئاسيه، وفي تفاؤل باذن الله، وكله ينزل ويشارك ومصر امنه في الدين. بص يا كله جماعه جاي النهارده اول يوم في الانتخابات الرئاسيه، حتى الاطفال كمان حريصين ان هم يجوا ويشاركوا معانا في الانتخابات الرئاسيه، وده حاجه حلوه مش وحشه خالص. لسه السلام عليكم.